هاي جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد وفلوغ جديد. معكم ذا دحماني توينز. بون، هاد السمانه رحنا مع لي زين كيبي تاعنا عن نخليكم ديكو اي نشوف اي نشوفوا كيف كيف guys. دونك راهي ما بايش حابه كاي 6 ونص ساعه بصح هكا مي بون مقلعين بكري رايحين لولايه وحده اخرى باش نروحوا عند لان دي بارتنير تاعنا اللي هما نيسلي. هنا لحقنا وكنا نديرو في التشيك ان، مراها دخلنا انستالينا وريحنا. بوي قعدنا انصوم تفرجنا فيديو اللي عرفتنا على قواعد السلامة الصحية، ومراها جا لو ديريكتور جينيرال تاع نيسلي وين عرفنا على نفسه اكثر وبدا يحكي لنا على ليستوار دو نيسلي من البدايه تاعها لحتى وين راهم لاحقين اليوم. وبعدها لا باغول كانت لي زانكوبي تاعنا وين عرفوا على روحهم وهضروا على لي بروجي تاعهم. وموراها بدينا نوجدو روحنا باش نروحو نديرو لا فيزيت، تقسمنا دي جروب وعرفنا اكثر على القواعد الصحيه وهوب بدينا لا فيزيت تاعنا. في لا فيزيت تاعنا قدرنا نشوفو ونتعرفو على كاع المراحل حتى لا برودكسيون. وبعد ما تعرفنا على لي سيكتور و لي ديبارتمون اللي كاينين في نيسلي جا وقت الفطور وين كان مومون اللي استغلوه لي بارتيسيبون بور لو نتوركينغ. موراها كانت عندنا الفرصه باش نتلاقاو مع الاستاذ شريف راضي اللي هو مدير المصنع، زاد حكى لنا اكثر على اعمال نيسلي في مجال لونتربرونيا وجاوا لي بارتيسيبون على كاع لي كيستيون. حتى دركا شفتوا بزاف وجوه اللي كانوا معنا في الفيديو، مي عارفه بلي ما تعرفوهمش، ارواحهم تعرفوا اكثر على الناس اللي تخدم في نيسلي. الياس بسام باقي، جو سوي لو ريسبونسابل زافا ريغلومونتير اي سيانتيفيك بور نيسلي الجيري. اي واي، سي لا دوزيام فوا كون سو فوا، دونك اي بيانفوني ا نيسلي واترز، ا سيدي الكبير. تريز اكسيتون دو رونكونتري تيلمون دو بيرسون اكسيتي بار لور بروجي، بار لور امبيسيون، دونك سيتي تريز انتيريسون دو ديسكوتي افيك او. Et surtout avoir leur avis extérieur sur un business multinational comme Nestlé et une usine aussi grande que l'usine de Cité Kibel. Donc c'était, je pense, une situation où nous avons tous appris les uns des autres, moi de leur enthousiasme, et puis eux ont eu l'occasion de discuter avec les différents départements, que ce soit les finances, la vente, le côté technique. Et voilà, ça leur a permis, je pense, d'avoir une première vision de ce que peut être un business, une usine en Algérie. Un seul mot. Ah, courage, le courage. It was really an inspirational session. They have a lot of nice ideas, ideas that will change their life, but also the lives of the community around them. These are change makers. I think we're really happy that Nestlé is able to host them, show them around our operation, and really provide them, you know, on-ground experience of what we do here in Nestlé. So it was a really nice day. Bonsoir, c'est Amel Bouzertini, je suis le Corporate Affairs and CSV, Manager of Nestlé Waters Algeria. Aujourd'hui, nous avons participé à la visite de projet Incumi, les start-upers. On était très très fiers de les avoir à notre société. Merci. Je suis Chérif Radi.
مدير المصنع نسلي ووتر بالجزائر بالبليدة. اتشرف ان انا نكون هنا معكم اليوم في هذا الحدث الرائع، حدث نادرا ما اسراف شركات كثير في الجزائر ولا في خارج الجزائر. احنا نسعى خلف هذه الاحداث ايمانا من نسلي بان احنا لازم نساعد كل رجال الاعمال سواء كانوا في مجالنا او في غير مجالنا. نجاحنا يعتمد على نجاحات كل رجال الاعمال، والنجاح في هذا المستقبل نجاح للشباب. احنا نركز بزاف بزاف على الشباب. وهنا نكون الحقنا لافونت على جورني تاع في نهارنا الزواج لي زانكوبي. كان عندهم ان كوتشينغ عند جيزي مع رياض قدور اللي هو بروجكت مانجمنت اكسبرت. في هذا النهار كان عندهم شويه على التيوري وشويه على البراتيك. في هذا الكوتشينغ لي زانكوبي قدروا يتعرفوا اكثر على وجه اخر من لي بروجي تاعهم، وقدر يعاونهم في البروجكت مانجمنت. وبعدها هوب انذر كوتشينغ بصحوين في الانكوباتور. اليوم زارونا ايضا لو جروب اس جي اي. زارونا اليوم باش يديروا ان كوتشينغ لي زانكوبي وباش يعاونوا. لي زانكوبي كانوا قاع حاطين مع هذا الكوتشينغ باسكو كانوا يقرعوا له صافي بيان لونطون. وموراها ديراكتومون انشيناو في لي كيستيون. هاد النهار لي زانكوبي قدروا يعرفوا الاجوبه تاع بزاف اسئله اللي كانوا في راسهم. وبعد ما كملوا لا سيونس كوتشينغ جا وقت للنيتوركينغ وجا وقت لا فوتو. في هاد النهار زارونا اكبر رجال الاعمال في الجزائر اللي بداو شركات تاعهم على شكل ستارت اب، وذكرهم ذا ليدرز. بداو مع الاول يهضرون على روحهم وين قدرنا نعرفوا عليهم اكثر وعلى كل واحد كيفاش بدا البروجي تاعو. وبعدها لي زانكوبي كان عندهم بيتشينغ. بداو يفوتوا لي بارتيسيبون واحد بواحد، كاع كان عندهم وقت محدد باش يديروا لا بريزونطاسيون تاع لي بروجي تاعهم وموراها يجاوبوا على لي كيسيون. بيان سور بلا ما ننساو النصائح. بعدنا فاتو كامل جاء وقت للنتوركينغ وجاء وقت لفوتو دوغو. اليوم كانت عندنا زيارة إلى وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. بعد ما وصلنا دخلنا المينيستير واستقبلنا الوزير. بعد ما شفنا لافيو قررنا باش نقعدو لتماك ونبداو اور توك. في هاد النهار الوزير عطى نصائح لي بارتيسيبون وتعرف عليهم اكثر.
لقاء لي بارتيسيپون مع الوزير كان مثمر، لانه من جهه كان ميتينغ ومن جهه كانت نتوركينغ. وبلا ما طول عليكم اروحوا نشوفوا الانترفيو كيف كيف اللي درناه مع وزير مؤسسه الناشئه واقتصاد المعرفه. Bishri, I'm very pleased and delighted to welcome each one of you. I have been also delighted to meet all the startups that are participating in this edition. This year's edition have been absolutely amazing. The amount of talent that you have been, you guys have been gathering from all the African countries and also the MENA countries is absolutely incredible. And when I see what you are able to achieve in such a short amount of time, I think you can do the impossible. So congratulations for everything you have been doing. Thank you so much. And thank you for this opportunity to discover the talent, this amount of talent, whether it is in African countries or even in Algeria or in the MENA region. So I had this opportunity to discover each project, and the great thing is that it is each one of the startups is very different. Each one is in a specific area, and each one is doing an amazing job to use technology to empower people solve problems, and each one of them is of course very innovative. Some of them I believe are probably next unicorns. I think some of them will also have a big impact, whether it is in term of sustainable development, environment. The selection is very interesting, and I congratulate Incubme for the work that has been done to select them. Jura is the country, so today we want all the African talents to succeed in Africa, and the success of African startup is something that really matters for us. For example, in the beginning of the December, we'll be organizing the African Startup Conference. And one of our main goals will be to empower all the African talents and to help them to succeed in Africa. We want to do this by helping them to get easy access to capital. We want to help them also by putting on the right regulation in each African country so they can grow faster and they can have like easy framework for the development. And we will also do that by empowering incubators and accelerators such as Incubme, which is doing a great job again. And we want programs like Africa by Incubme to be organized in all the African countries, because we believe that we have a huge potential here, and we want this potential to stay in Africa, because we have been suffering from brain drain for years, and we want this potential to help the African countries to develop their economies. ولهنا نكون لحقنا لفات على جوني تاعنا. لهنا نكون لحقنا لفات على الفلوق تاعنا. ما تنساوش تبعونا على سوغ نو ريزو سوسيو. And that's it. See you in the next video. Bye.